نشوف كلنا مع بعض. حدودة مش أي كلام وشغلها زي الجد دي حقيقة ولا في الأحلام. يلا نشوف كلنا مع بعض حدودة مش أي كلام وشباب ملهاش زي بجد دي حقيقة ولا في الأحلام. حدودة شبابية وعشان مش طبيعية تلعنيك نور وياه بدخل لقرنات تشبع منها ماء قبل ما عرق تستنى. يلا نشوف كلنا مع بعض حدودة مش أي كلام وشباب ملهاش زي بجد دي حقيقة ولا في الأحلام. يلا نشوف كلنا مع بعض حدوتة مش أي كلام وشباب ملهاش زي بجد دي حقيقة ولا في الأحلام. حدوتة شبابية وعشان مش طبيعية بتقولك الله تشبع منها لا. يلا نشوف كلنا مع بعض حدوتة مش أي كلام وشباب ملهاش زي بجد دي حقيقة ولا في الأحلام. يلا نشوف كلنا مع بعض حدوتة مش أي كلام وشباب ملهاش زي بجد دي حقيقة ولا في الأحلام. يلا نشوف كلنا مع بعض حدوتة مش أي كلام وشباب ملهاش زي بجد دي حقيقة ولا في الأحلام. مشاهدينا مساء الخير، اهلا بيكم معانا وحلقتنا النهارده. هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا وهتفيدنا كلنا ويمكن تنجينا من مآزق كتيره. تحليل الكلام. يعني ايه تحليل الكلام؟ يعني ساعات حد يجي يقول لك ايه حاجه مثلا ينتقدك انتقاد سخيف جدا، بيجي يقول لك ايه تصدقت ده انا بهزر، انا بهزر معاك. هو صحيح بيهزر ولا هو عايز يوصل لي مسج بس مش عايز يضايقني، او لما قالها لي حس ان انا اتضايقت فتراجع. في حد تاني ممكن يقول ايه مثلا في الشغل، انت فاكر نفسك بتشتغل كويس، انا بشتغل احسن منك 100 مره، فلما الاقي رياكشن عليك مش لطيف يقول لك انت خدت كلامي جد؟ لا طبعا ده مش حقيقي، ده مش حقيقي، انا بس بقول. يعني انا بس بقول النهارده هنتكلم عن الموضوع ده. في شفرات للكلام؟ في شفرات للكلام. طب احنا نعرف ازاي نحلل الكلام؟ ازاي نقدر من اللي قدامنا نعرف اذا كان بيكذب، صادق، بيتريق، بيهزر، ممكن يكون بيهزر بجد احنا مش عارفين. ده نوع من انواع العلوم، تحليل الكلام، تحليل الشفرات والبادي لانجوج والحاجات دي كلها بتكشف اللي قدامك ليك الى حد ما، الى حد ما، الا ما كانش حد غلب يعني، بس تقدر انت تستنتج او تستشف اللي قدامك ده تطمن له او لا. هنتكلم في الموضوع ده مع ضيفنا اللي مشرفنا منورنا في الاستوديو دلوقتي، الاستاذ مصطفى مرزوق. هو خبير ومحاضر في مجال التواصل غير الملفوظ والسلوك البشري وتحليل الشخصيات عن طريق لغه الجسد، تحليل الكلام والصوت وتعبير الوجه، وهو ممثل مؤسسه هيومن بيهيفير اكاديمي البريطانيه في مصر، وله كتاب باسم شفرات الكلام، وبيكتب في كتير من الجرايد زي المصري اليوم، اليوم السابع، المساء، الاذاعه والتلفزيون، الى جانب بعض الصحف الالكترونيه. وتم استضافته في عديد من البرامج، انتوا لما هتشوفوه او شفتوه خلاص ممكن تكونوا شفتوه على قنوات فضائيه تانية. وادى كتير من المحاضرات في جامعات القاهره وعين شمس وحلوان واسكندريه وطنطا، ودرب اكتر من 10,000 متدرب على مدار اكتر من 1000 ساعه تدريبيه. استاذ مصطفى اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. خلينا نبتدي نقول ايه يعني ايه تحليل الكلام، وهل مثلا انا اقدر بعد ما اتفرج على الحلقه دي لاخرها، يعني بتمنى بدعو الناس تتفرج على الحلقه لاخرها، هل بعد ما يشوفوا الحلقه لاخرها يقدروا من الكلام اللي هنقوله يتعلموا حاجه؟ ازاي اقدر استنبط كده اللي قدامي ده حقيقي بيك؟ ساعات ممكن اقول لك ايه يا عم انت اتضايقت من انا بقوله، اقول لك لا ده انا بهزر. ازاي اعرف اللي قدامي ده فعلا بيهزر ولا قاصد يوصل لي مسج مش لطيفه ولا ايه؟ طيب خليني ابدا مثال زي اللي حضرتك بتقوليه. مبدئيا انا متشكر جدا على الاستضافه دي. احنا متشكرين لحضرتك جدا وشرفتنا. تحت امرك. حد زي مثلا بيجي يقول لحد انا ايدي له اي نوع من انواع الانتقادات وبعد كده يقول له انا بهزر. الشخص ده لو ركزتي في شخصيته هتلاقي ان في اكتر من علامه مميزه. مبدئيا ان هو عنده شعور قوي قوي بعدم الامان. هو شخص خايف دايما، حاسس دايما في وجود الناس ان هو متوتر او متضايق او زي ما بقول لحضرتك خايف جدا من الناس. في نفس الوقت هو حاسس ان هو اقل، دايما حاسس ان هو اقل من الناس، وده عامل له قلق. فهيتصرف ازاي عشان يحس ان هو زي الناس؟ لازم يضايقهم او لازم يقلل منهم. هو متعته ان هو يروح يقول لحد حاجه تضايقه وتزعزع ثقته في نفسه. ساعتها لما يشوف التعبير ده على وش الانسان ده هيتبسط، لكن برضه هو عنده شعور قوي بعدم الامان،
فاول ما يشوف التعبير ده بيخاف من رد الفعل، فعشان كده بيقول انا كنت يعني بهزر يتراجع على طول يقول انا بهزر. بالظبط. لكن الحقيقه هو ما بيهزرش، هو قاصد كل كلمه بيقولها. للاسف تصرف زي ده بشوفه كتير قوي في المتجوزين او المخطوبين لفتره طويله ومش حابين بعض، دايما بيحاولوا ان هم يحسسوا او يطلعوا كرههم في كلام زي كده، وبعد كده يتراجعوا ويقولوا اصل انا كنت بهزر. زي ما بقول لحضرتك ده مش هزار ولا حاجه. لو طب جينا بمناسبة، ممكن اسالك حاجه كده بمناسبه انك قلت المخطوبين بقى؟ لو اتنين مخطوبين او حتى قبل مرحله الخطوبه، احنا برنامج شباب اصل، فكل يعني الفئه المستهدفه من برنامجنا الشباب اكتر تمام. يعني، فلو مثلا واحد بيقعد يقول لها بقى انت احسن حد في الدنيا، انت اكتر حد بحبه، انت الكلام بقى اللي عارفه ده، تمام. وهي الحقيقه يا حرام بتصدق، لان هي حباه وعايزه تصدقه، يعني هي نمبر 1 هي حابه تصدقه وكلام عجبها فبتصدقه، وممكن يبقى صادق تمام. وممكن يبقى مش صادق، هتعرف هي منين؟ خلينا اقول اكتر من حاجة. رقم واحد، ان مبدئيا طبيعي ان المغازلة بتبقى في الفترات الاولانية بس، بتبقى واخدة حد كبير، ده عشان من اساليب الاتراكشن اللي بيتبعها الولد ان هو يقعد يقول كلام مغازلة كتير، لان هو عارف بالفطرة ان البنت مشاعرها اقوى منه بكتير، فعشان كده اكتر حاجة هيجذب بيها البنت هو انه يلعب على مشاعرها. هي دي حاجة مش وحشة لو كانت صادقة. بالظبط. طيب لو استمر الاسلوب ده فاحنا كده في حاجة ما فيهاش اي مشاكل، لكن لو بدأ يتغير فهنا حاجة من الاتنين، يا اما هو خلاص قرر يبعد، او وصلنا لحاجة اسمها مرحلة الملل. فمرحلة الملل طبيعي جدا الاتنين بيبدأوا يبعدوا عن بعض، كلامهم يقل، او هي كمان هتبدأ تشتكي من هو ما بيتكلمش معاها زي الاول. لو هو مجرد ملل فده له حلول كتير، لكن لو هو بيكذب، وده اللي عايزين نركز عليه. اعرف منين لو هو يعني ايه تعرف منين؟ تكتشف ازاي؟ في مثلا حاجات في عينيه، في وشه، في اكيد. حركاته، يا ريت تقول لنا. طيب بالنسبه لكشف الكذب، لو اتكلمت عن كشف الكذب فعشان اوصل الموضوع سريعا، فاكتر حاجه بيسميها جون نافارو، ده واحد قضى حياته كلها في كشف الكذب، كان بيشتغل في الاف بي اي، حاجه اسمها ليك في انفاسايز. يعني لو افترضنا ان انا سالت حد سؤال معين وهو كان بيتكلم بتون صوت مثلا درجته 3، فجاه اجابته على السؤال ده كانت درجتها 1، درجه الصوت انحصرت، درجه تاكيده على الكلام انحصرت. يعني انا عشان اقول مثلا ان انا ما نزلتش امبارح فبقول انا ما نزلتش امبارح باسلوب تاكيد تام، لكن كل ما اقول لا ما نزلتش، هنا تاكيد الكلام بدأ. حتى احنا بالفطره بنحس ان ده نوع من انواع الكذب. النوع التاني سلوكيات التهدئة، جاية من اسمها، سلوكيات التهدئة بتيجي عشان أنا متوتر. طيب ده لو لما هو بكذب؟ السؤال ده لما بكذب، لما بكذب أكيد هتوتر، أصل هو إيه الحاجة اللي تخليني أتوتر طالما أنا بتكلم في موضوع عادي؟ أكيد صحيح، في حاجة، ولأن فطرتنا عايشة على الصدق فدايما الكذب هو اللي بيخلينا نتصرف تصرفات مش طبيعية. صحيح. فعشان كده هتلاقي اللي بيكذب دايما بيعمل تصرفات غريبة، زي انه يمسح على جبينه، او زي انه يعمل كده، اي حاجة يكون شكلها نوع من انواع دي بقى التهدئة. سلوكيات التهدئة، اه هو هي دي بيحاول يطلع التوتر في حاجة. بالظبط، لان هو خاف فبيحاول يهدي نفسه. طيب مرحلة الخوف نفسها بيتصرف فيها ازاي؟ في 3 ردود افعال رئيسية، التجمد والهروب والقتال. خليني اشرحهم ببساطة، هي طبعا مسميات ده ما بيحصلش فعلا. التجمد ان انا اتجمد فجأة بعد سؤال، سألتيني سؤال فهتجمد فيتخض وبيسكت، وبعد ثانية اقول لك مثلا ايه، تأكيد كده. النوع التاني الهروب، ان انا اقعد يفضل يلف اتكلم. ويدور ما يوصلش للإجابة اللي انا عايزة اسمعها. بالظبط، ودي الحركة الشهيرة جدا اللي بيتبعها تقريبا 90% من الازواج، وبالمناسبة سهل جدا تكتشف الموضوع ده، لان هو مش هيرد على سؤالك، ثانيا انه هيقعد مش هيخلص كلام. فعلا هي دي الحركه المشهوره قوي، ما بيخلصش كلام لان هو بيبقى اسلوبه من الهروب. طب لو انا عايزه اعرف اساله تاني، اسالي تاني، عكس افضل اسال نفس اسالي تاني، ولو هرب بنفس الطريقه تاني اصل ده هيبقى اسلوبه في الهروب. كل واحد له اسلوب مفضل في ان هو يكذب، فلو عمل نفس الاسلوب تاني يبقى غالبا بيكذب. طب والحاجه الثالثه؟ الحاجه الثالثه هي القتال، وده برضو اسلوب مشهور جدا، ان انا ابدا اتهمك اتهامات كتيره قوي بصوت عالي جدا على انك ليه تساليني سؤال زي ده. ده بيبقى غالبا برضو مثلا بيقول لك خدوهم بالصوت لا يغلبوك. بالظبط، صح، يعني هو يبتدي يعلي صوته او يهاجمني فاضطر اسكت انا.
بالظبط. لكن حتة ان فلان في علاقتنا قرر يبعد او قرر يسيبني، ده هتلاقيه كتير طبعا واضح عليه ان هو بدأ يهمل شوية في ان هو يكلمك. اصل هو فطرة الراجل ان هو يحمي الطرف الاخر، ففي الوقت اللي تلاقيه بطل يكلمك كتير، في الوقت اللي تلاقيه بطل يحاول يغازلك كتير، حاولي تقلقي شوية وتطمني. طيب هو بدأ طيب ده مؤشر. اسال حضرتك بقى حاجه تانية، يعني ايه شفرات الكلام؟ في شفرات كلام وفي انماط للشخصيات او انماط للكلام، صح؟ بالظبط بالظبط. احنا شغلي ان انا بحلل الشخصيات، بحلل الشخصيات من 4 محاور. اول حاجه لغه الجسد، ودي الحمد لله الشيء اللي انا بشكل كبير متميز فيه قوي. وتحليل الكلام، وتحليل الكلام بيجي من حاجه اسمها الفيربال ليكج او التسرب اللفظي. ودايما لازم نفهم اللي هي ممكن اقول لك انا فهمت ايه، اللي هو يقول لك ده وقع بلسانه، بالظبط صح؟ بالظبط. سرسبت كده منه كلمات. ولازم نفهم حته وقع بلسانه قوي. ويمكن فرويد من اكتر الناس اللي اتكلمت في حته زلة اللسان وانه وقع بلسانه، وفي قصص كتيره اتكلم عنها. على سبيل المثال ان هو كان في احد الاجتماعات وحد قال ان المجلس هيتحل الخميس الجاي، اسف هينعقد الخميس الجاي، وهنا توقع ان المجلس فعلا هيتحل في يوم الخميس. واتحل مجلس؟ وليه حتى تلميذ فرويد كان له كتاب، انا بس مش فاكر اسمه ايه، وحكى فيه قصة ان هو شاف صديق قديم كان معاه، وقال له انا كنت عايز احكي لك ان واحدة مساعدة ليا في المكتب، والشخصية دي عايز يتطلق من زوجه. فقال له تقصد عايزة؟ فقال له اه هي عايزة فعلا تتطلق. بعدين في النهاية واجهه وقال له على فكرة الشخصية اللي انت بتتكلم عليها دي مش مساعدتك ولا حاجة، هي مراتك، ومش هي اللي طالبة الطلاق، انت اللي عايز تطلقها. والموضوع ان هما كانوا ايطاليين عايشين في نيويورك وقتها، وقوانين نيويورك بتلزم الراجل طالما هو اللي قرر الطلاق بنوع من انواع النفقة، فهو عايز يهرب عايز من يهرب من الموضوع الحتة ده، دي، فعايز عايزة تيجي منها هي. يلبسها لها. فبيطلب من خبراته ازاي يثبت في علم النفس ان هي اللي طالبة الطلاق. فعشان كده بقى في علم كبير اسمه علم التسرب اللفظي. طب ممكن اسألك سؤال؟ هو اتفضلي. لو حد يعني داوم على الكذب في الآخر بيبقى بروفيشنال أكتر من إني أقدر أكتشف، صح ولا لأ؟ بالظبط. صح؟ احنا بالمناسبة بول ايكمان قال ان كشف الكذب ما هي الا مقدرة بتعدي بالظبط ان انت تكتشفي عملة لو رميتيها هتطلع ايه بالظبط. طبعا تكشف يعني تعبير كان مبالغ فيه شوية. احنا بنقدر نكشف الكذب لكن لحدود. احنا انت المتخصصين ولا احنا كبني ادمين عاديين؟ بالنسبة في ناس بالفطرة بتقدر تكشف الكذب، لكن حتى لو حتى مش دول دارسين. حتى لو مش دارسين، لكن برضه نسبة الكذب اللي بيقدروا يكتشفوه ما بيعديش 60%. جهاز كشف الكذب في حد ذاته وقدرته على كشف الكذب ما بتعديش 50%. ده لأن احنا بنكتشف الكذب عبارة عن شوية وسائل، يا إما التوتر، يا إما إن هو بيهرب من الكلام، يعني حاجات كتيرة قوي حافظينها. لكن للأسف في ناس، زي ما في ناس بتركب عجلة لأول مرة فبتقع، وفي ناس بتركب عجل كتير قوي فبتبقى محترفة في الموضوع، برضه هي مقدرة الكذب. فأول مرة بيقدر يكذب لكن بنكتشفه، لكن بعدين لما بيحترف، في ناس بتبقى محترفة في الكذب. صحيح. مرة قلت في محاضرة إن على سبيل المثال المحامين، بعض المحامين يعني بيبقوا بروفيشنال قوي في الكذب، فالناس زعلت، يعني كان في محامي فزعل قوي. لكن الحقيقة مثلا الدكاترة ممكن يبقى عارف حاجة خطيرة جدا عن المريض بتاعه لكن ما بيقولوش، مع الوقت أسلوبه في الكذب بيخليه بروفيشنال في الكذب، والناس دي بيبقى اكتشافها صعب شوية. الممثل الممثل طبعا، الممثل طبعا من أهم الناس اللي ما ما لأن هو ينفعش تكتشف بيتقمص يعني. الحالة نفسها، فبالتالي مش بيديني أي إشارة أقدر أفهم منها صحيح الكذب. صحيح. إلى جانب إن كوني أقدر أكشف الكذب، فده بيخليني أركز في حاجات كتير قوي، أركز في الكلام، وأركز في الصوت، حضرتك وأركز قلت في حاجة عن الجسم تون حتى. الصوت، صح؟ تون الصوت ده أنا هكتشفه ازاي؟ يعني أنت بتقول ممكن في درجة 3 بينزل درجة 1، هل تون الصوت هي الفوليوم يعني الارتفاع، ولا تون الصوت اللي هو ايه؟ انا حتى الطبقة اللي اتكلمت بيتكلم منها ايه؟ انا حتى اتكلمت في كتاب عن الموضوع ده. هو مش بس الدرجة ومش بس التون، هو اكتر من حاجة. يعني في ناس بطبيعتها بتتكلم بصوت خشن، ده ليهم تحليل. وغالبا الناس اللي بتتكلم بصوت خشن بشكل قاصد دي بتبقى ناس عدائية جدا. ياه.
بالظبط، وبيبقى عادة نوع من أنواع النرجسيين اللي بيحاول طول الوقت يثبت إن اللي حواليه غلط. هو بيعمل ده وهو عارف ولا بيعمل ده كده بالطبيعة؟ بنسبة كبيرة بيبقى عارف، لكن اللي بيخليه يجبره على كده هي مشاعره السلبية اللي جواه. المشاعر السلبية دايما بتترجم لأي حد أي مبرر لأي شيء غلط بيعمله. عشان كده اللي بيسرق بيبقى عنده مبرر، واللي بيكذب بيبقى عنده مبرر برضه. في أوقات ناس بتبقى بتتكلم بصوت عادي جدا، وفي مواقف معينة بتلاقي صوتها ناعم قوي ورق قوي. غالبا الناس دي بتبقى انتهازية جدا ومش هيتصرف التصرف ده غير لو عايز حاجة، ودايما هتلاقي من النوع اللي هم الوصوليين. يعني لو راح من التون بتاعه العادي اللي انت عارفه اللتون ارق شويه تعرفي فيه طلب بعديها او بالظبط بالظبط. اوكي. وده بيبقى صوت بنانيتي. وبالمناسبة مش البنات بس اللي بتعمل كده، بشوف ولاد كتير يعني. حتى كنت في لبنان فلقيت شخص كان معايا، يعني كان بيطلب من كنا بنشتري لبس وكده، فطلب من الراجل اللي هو يعني ديسكاونت. فبرغم ان هو طويل وعريض ويعني شكله ذكوري فجأة صوته جدا، اتغير. فجأة هو لقيت هو مفيش ديسكاونت يعني، فحتى استغربت جدا من طريقة كلامه. فعشان كده دايما الصوت الناعم اللي اكتر من اللازم ده بيبقى غالبا وراه حاجة. بعده طلب، وبيبقى نوع من انواع الانتهازية شوية. اوكي، يعني عشان كده بسميهم وصوليين اكتر. تعالي نرجع بس لاصل الموضوع. زي ما قلت لك احنا بنحلل الشخصيات من 4 محاور، سواء كان الجسم او تحليل الكلام او حاجه برضه اسمها الفيشال ليكج او تحليل تعبير الوش. وفي 7 تعابير رئيسيه على فكره، بول ايكمان بيقول ان هم 10,000 لكن هم اندماج بين السبعه الرئيسيين. احنا قلنا لغه الجسد و الفيشل ليكج بالظبط، وتحليل الكلام وتحليل الكلام والتون ولا لا وتحليل الصوت. وتحليل الصوت. خلاص يبقى احنا كده دول الاربعه اللي احنا بنتكلم عليهم طب في حضرتك قلت الكتاب. لي انت متخصص اكتر في البادي لانجوج لغه الجسد بالظبط. ماشي. اوكي طب عايزين بقى نتكلم في الناحيه دي. يعني في ناس، هل البادي لانجوج معناها ان انا قد ايه بحرك ايديا وانا بتكلم مثلا، بقعد ازاي، بتحرك ازاي، ولا لها معاني تانية؟ لا بالظبط، في حته البادي لانجوج ان انا بقدر اتعرف على مشاعر اللي قدامي، حاسس بايه، بيفكر ازاي من طريقه حركته. يعني لو افترضنا لو انا بتكلم مع حضرتك وفجاه رجلك اتحولت ناحيه الباب، فده هنا حد افهم معناه ان انت عايزه تمشي، ان انت متاخره، او ان انت مش حابه القعده هنا. طب هستأذنك استاذ مصطفى، هنطلع اذان المغرب بس دلوقتي اوكي ونرجع تاني، نتوقف مع حضراتكم ونطلع اذان المغرب نرجع على طول. رجعنا لحضراتكم، هنكمل كلامنا عن تحليل الكلام وشفرات الكلام وتحليل لغة الجسد وازاي نقدر نعرف اللي قدامنا صادق مش صادق، بيهزر بيتكلم بجد، كل الحاجات دي. استاذ مصطفى برحب بيك مرة تانية، بسألك سؤال مهم جدا اتكلمنا فيه وقت الأذان. تمام. الست والراجل مين فيهم عنده قدرة أقوى على استشعار اللي قدامه أو على تحليل اللي قدامه حتى وإن كان مش دارس يعني؟ بالظبط. الإجابة هي الست. لو جينا بصينا ليه هنلاقي ان بدايه الخلق خالص، فلو اتكلمنا عن نظريه تطوريه، فكان المقدر للراجل ان هو اللي بيخرج في الغابه وهو اللي بيصطاد وهو اللي بيجيب الاكل، ده كان دوره. فكان دايما الراجل بيركز في حاجات ماديه اكتر من الحاجات المعنويه، ودايما كان بيركز في حاجه واحده مش اكتر من حاجه. فدي كانت مواصفات الراجل، وده خليته له اهميه في الموضوع ده. الست كانت موجوده جوه الكهف او جوه البيت، ده كان المفروض منها ان هي تركز في الاكل وتركز في الاطفال وتركز في جو البيت عامة. فبقى عندها من 14 ل 16 منطقة في المخ تقدر بيهم تركز في اكتر من حاجة. الست عندها قدرة ان هي تبقى بتجهز الاكل وتبقى بتتفرج على التلفزيون وبتتكلم في التليفون ومتابعة اولادها برضو في نفس الوقت. القدرة دي مش عند الراجل ابدا، الراجل لو ركز في اكتر من شيء في نفس الوقت بيتوتر. احنا عملنا حلقة قبل كده طلعنا بيها، كان في نظرية بتقول ان الراجل عقله صندوقي والست عليها شبكه متوصله في نقط بالزبط. كتيره تقدر تعمل 9000 حاجه في نفس الوقت، هو يطلع من صندوق يقفله ويروح الصندوق التاني. بالظبط. ما اكون بشتغل ما تكلمنيش في ما اكون بتفرج على التلفزيون ما تنادينيش، يعني مش هرد اصلا. بالزبط. مش سامعك يعني. بالظبط. ما بيبقاش على فكره نوع من انواع قله التقدير، بس هو فعلا هو مش هنا هو اصلا، مش سامع، هو مش في الحته دي حقيقي. طيب انا اقدر كمش متخصصه اقدر اكتشف اللي قدامي او افهمه او احلله بعد قد ايه؟ وحضرتك كمتخصص تعرف تحل، يعني مثلا انا اول مره بقابل حضرتك النهارده، تمام، تقدر تحط ملامح لشخصيتي او تحلل شخصيتي بعد قد ايه من الوقت؟
انا يكفيني 10 دقايق ده. 10 دقايق ده برضو عشان مش قلت عشان مش ده مش عشان قدرات شخصية، ده هي مجرد ادوات بنستخدمها بعرف بيها الشخصية اللي قدامي. احنا بنقسم الشخصيات لاربع حاجات، اربع انواع. فبالتالي مع اول جملة هتبتدي تحط بقى بالظبط، لكن مش اول جملة بالظبط لان ببقى لسه برضو مش متأكد قوي. تون الصوت مثلا السريع ده عادة بقول عليه مثلا ان هو معبر او قيادي. تون الصوت البطيء بقول عليه ان هو ودود او محلل. فمع اول جملة ببدأ احطك في نطاق من دول. شوية لو الكلام شوية اختلط خايف بالمشاعر. اقول لك حللني على الهوا تطلع حاجه مش حلوه. خلينا لا بعد بالعكس، الهوا لا بجد. بالعكس. بس المخرج بيقول لي طب انتوا عديتوا 10 دقائق يقدر يقول لك دلوقتي نمط ودود. بجد ربنا يخليك. لا دي حاجة لو في حلوة اي على حاجه فكرة. تانية قولها لي بعدين بعد الحلقه. طيب ايه الانماط اللي حضرتك حابب تتكلم عنها؟ انت قلت لي في 10 انماط عايز تتكلم عليها عشان قبل وقتنا ما يعدي. ايه هم ال 10 ده انماط اللي بالنسبة لتحليل الكلام. خلينا نتكلم في الأول عن الشخص اللي دايما بيفتخر بطريقة كلامه. ده شخص دايما عارف كل حاجة، هو مستفز جدا في كونه عارف كل حاجة طول الوقت. هنتكلم مثلا في موضوع أنا وزميلي عن أي حاجة، أي حاجة لنفترض الفضاء، لازم يخش في الموضوع ويثبت لنا ان عنده معلومات احسن في الموضوع. مش بعيد يغلطنا كمان حتى لو انا متخصص في الموضوع ده. كنت في مره، انا بشتغل اصلا في مجال الطيران، ففي مره كنت بتكلم عن حاجه تكنيكال في الطياره، فحد اداني معلومات اكتر عن الموضوع. طبعا هي معلومات غلط، لكن استغربت من قد ايه هو واثق في نفسه جدا وهو بيقول الكلام ده. ده نوع اللي طول الوقت وهو بيكلمك. ممكن اقول لك بالبلدي نقول عليه بيفتي، يعني بيفتي في كل حاجه بالظبط. صح؟ هو الشخص اللي بيفتي ده، طيب الشخص ده طول الوقت متخيل نفسه ممثل على مسرح. والغريب ان هو متخيل الناس مشاهدين، وطول الوقت حتى بيحاول ينوع في تون صوته ويتغير في طريقة كلامه، واللي هو يرفع دقنه لفوق قوي عشان يحس قد ايه ان هو حلو، عشان حتى يجبر الناس ان هي تسقف له. يعني هو فعلا عايش الدور ده كويس قوي. وهو بيبقى مصدق ان هو شاطر او ان هو فاهم، ولا هو بيبقى عارف ان اطلاقا هو لا 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 بيهزر؟ خالص. هو عنده نوع من انواع احساس عدم الامان برضه قليل قوي. هو مش واثق في نفسه خالص، وحاسس طول الوقت زي بالظبط اللي بيهزر ان هو اقل من الناس. فقلة الثقة بالنفس تقريبا موجودة عند معظم الناس، لكن المشكلة بيعبر عنها ازاي؟ اتحشر واقول اي كلام عشان ابين ان انا عشان ابان عندي ان انا معلومات احسن او منه. شاطر. فهو بالتالي عنده المستفز فيه ان هو من ضمن الحاجات اللي بيطلبها من الناس دايما ان هو يحسسهم ان هو احسن منهم. ما هو عنده معلومات بقى. بالظبط. فعشان كده اسهل طريقة تستخدمها مع الشخص ده ان انت تسمعه. لو هو حد عزيز عليك حاول تسمعه، وحاول تحسسه ان هو كويس. طالما اطمن لك وطالما اطمن ان انت مش هتأذيه، فانت بالنسبة له مش من ضمن الناس الوحشين، هتبقى من ضمن الناس الحلوين، فهيبطل الاسلوب ده معاك. حلو قوي. يعني الحل ان انت تسمعه وخلاص، تاخده وتهاوده كده لغاية لما يطمن. ده من ضمن الحلول. لكن لو حاسس ان هو بيستفزك قوي وعايزه يبطل الاسلوب ده معاك خالص، حاول تلجأ لاسلوب السخرية. حاول تسخر منه. لان طب ده هو يخليه عدائي زيادة او يخليه يعني يمكن في لحظتها هيكون عدائي، لكن مش هيعمل كده معاك تاني. لان هو من ضمن حاسس ان انت عنده صديته بالظبط، عنده نوع من انواع النرجسية. فالنرجسي دايما شايف نفسه فوق، فلما يصدمه نوع من انواع السخرية ده ممكن يتحاشاك بعد كده. بالظبط. طيب ده نمط. الحاجة التانية وده هتكلم عليه لان بدأت اشوفه كتير، الناس اللي بتشتم كتير. بتشتم كتير في كلامها. يعني كان في حتى ناس، كان احد المذيعين مثلا في الفتره اللي فاتت كان برضه بيستخدم الاسلوب ده كتير، وبدات اشوفه ان هو انتشر اكتر من اللازم، لدرجه ان انا نفسي بقت كده. انا حتى بعترف في محاضراتي ان انا من النوع ده في كتاباتي. يعني انا بكتب سواء كان الكتابه عن تحليل الشخصيات او اللي هي الكتابه الساخره عن تحليل المجتمع عامه، ففي الكتابه الساخره دي دايما بلجا للاسلوب ده، مش عارف ليه، لكن انا هقول ليه. طب بس معلش بقى، يعني هل ممكن نخصص ان ده خاص بالشباب اكتر؟ بالظبط. صح. يعني بالظبط. طلعوا بعض الكلمات الغير مش مقبوله، مش مقبوله، مش عارفه ازاي بيقولوها كده قدام، يعني مش عارفه. ساعات بقول لدرجه كان في مسلسل رمضان اللي فات كنت بقى قاعده اتفرج مش مصدقه، انت فعلا بتقولوا كده؟ يعني الناس كلها بتتفرج على الكلام ده، خلاص مقبول بالنسبه لهم؟ بقى مقبول وبقى اتراكتيف، وده طبعا غلط. ودول نفس الناس بنقدر نحطهم مع كاتيجوري الناس اللي هي بتتكلم باسلوب شبابي اكتر من اللازم وبتقول مصطلحات. زي مثلا زمان بقى لو رجعنا، اللي هو قشطه وكول وبيس يمان والكلام ده، طبعا كان دول في نفس الكاتيجوري. الفكره الناس دي محبطه جدا،
وحاسه بان شخصيتها مش كويسه، او حاسه ان شخصيتها مش مقبوله اجتماعيا، فبالتالي بيحاول يعمل محاكاه لشخصيته او شخصيه تانية بيرسمها. وهو بيبقى عارف ده، هو بيبقى عارف وهو بيجتمع وعارف وهو بيتكلم بالاسلوب ده ان هي دي مش شخصيته، لكن بيحاول يرسم ده لعله بالطريقه دي يقدر ياخد تقبل المجتمع، لعله اخيرا هيبقى الناس تقدر تقول عليه راي او تقدر تحطه تحت الاضواء، حتى لو راي الناس فيه وحش بس اهو خد بس رايه رأي وخلاص. طب ده له حل؟ للدرجات دي يعني هو محبط. له حل ان احنا نحاول نكلمه بنفس الاسلوب، لو الكلام غريب بيقوله استاذ مصطفى. طب هو بيقول كلام ما انا مش عاجبني اقوله انا بقى عشان ما هو ده حل اللي انا بقوله، ده طيب الحل لو في حل تاني يا ريت تقوله لي. الحل التاني ان احنا نحاول نفهمه بمنتهى البساطه بس بكلمات جاده ان الاسلوب ده في الكلام ما ينفعش. وللاسف انا دايما بقول قول كده بالظبط، الكلام ده ما ينفعش، ما ينفعش تقول قبلها او سوري او ابتسامه، لازم يبقى حد كده لان ده بيبين ان انا مش جاد قوي، او بيبين ان انا الشخصيه الخاضعه في الكونفرزيشن دلوقتي، فلازم اكون حاد قوي لان ده هيخليني انا مسيطر في الموضوع ده. او ممكن الجا لاسلوب السخريه برضو. في اسلوب بتابعه ولكن ده بشع شويه، حته ان انا اوريه نفسه. انا دلوقتي عرفت تحليله النفسي ايه، فممكن اقول له على فكره انت بتتكلم بالاسلوب الفلاني عشان انت كذا 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 كذا، وانت حاسس ان انت شخصيتك وحشه لكن دي مش شخصيتك الحقيقيه، انت بتعمل كده بس عشان كذا. هو بيبقى عارف كل ده، هو بيبقى طبعا مش عارف الكلام ده بكلمات، لكن هو من جواه اكيد يعني. بيعاني. هو من جواه اكيد بيصرخ عشان المجتمع يقبله. فكون اواجهه بالموضوع ده بحيبقى صعب عليه. قاسي شويه ده. ده يعني لو انت عايز يعني نحل المشكله كلها. طيب النمط التالي. في نمط ده وده الاكثر استفزازا يعني. الناس اللي هم اللي صعبانة عليهم نفسهم قوي، واللي طول الوقت تيجي تكلمك في مشاكل بس، واللي كل حاسه ان هي ضحيه لكل الناس، وحاسه ان هي ضحيه لكل الظروف، او حاسس ان كل الناس بتكرهه وان كل الاقدار ضده، حتى لو مجرد ان جاله برد. هو حظي كده، ما هو انا بالظبط. ولازم نترجم ان في سبب شخص معين هو اللي ادى بيه لكده. واوقات تيجي تلاقيها اشتكت منك انت شخصيا وهي بتتكلم معاكي. عارفه ساعات دي حلول، تقول لها طيب ماشي انا عارفه ان المشكله اللي عندك دي كذا، مثلا لو مشكله فلوس فانت ممكن، وترفض ان هي تسمع حلك. هي حابه مستغرقه في الحاله الجميله دي، مستمتعه بكونها ضحيه، مستمتعه بده. الناس دي من وهم صغيرين كان مفيش التفات ليهم قوي، كان سوى الاب او الام مش حاسس بيهم قوي، فعشان كده دول الانماط اللي فضلت تستخدم حاجات تخليهم باثيتك قوي او مثيرين للشفقه قوي، ان هو مثلا يعمل نفسه تعور او يعمل نفسه ان هو عارفه في حتى سلوكيات الاطفال ان هو يجري بعيد كده ويستخبى على جنب عشان يعني يدوروا عليه بقى. فيعني الناس دي بتكبر معاهم نفس الموضوع، هو بيحس ان هو كده بقى اتراكتيف، وبيحس بالطريقه دي انه اخيرا الناس هتقدر تبص له اي بص، المهم ان هو بص له خلاص. عندهم حل ده؟ لهم حل؟ تالي دي حاله نفسيه اكتر من انها سلوكيه، صح؟ هو الاثنين، هو على فكره معظم الحالات هي الاثنين، هو مجرد حاله نفسيه معينه بتترجم على سلوكهم. دول يعني انا بشوف ان انت حاول تبعد عنهم. تبعد؟ ابعد عنهم. وده اول حاجه بعملها مع الناس دي، لسبب ان للاسف الطاقه السلبيه بتاعتي، وانا لو نازل الصبح ومستعد ليوم شغل كبير وحالق دقني ومبسوط وعندي بقى تحديات كبيره هعملها النهارده، لو قابلت واحد زي ده هيبوظ اليوم خالص. فعشان كده بحاول على قد ما اقدر تتجنب ان انا اتجنب الموضوع، لكن لو قدر القدر ان انا اتعامل مع شخص زي ده فقدامك ان انت تستخدم معاه اسلوب الود والحب وان انت تطمنه على قد ما تقدر. لكن برضه لو بطل كلام دلوقتي افهم ان هو هيرجع يتكلم بعدين. فحاول بقى تستخدم معاه اسلوب الاسئله الهاديه، ان انت ببساطه تقعد تساله اسئله كتيره ورا بعض بمنتهى الهدوء، ما تتهموش باي حاجه، لكن يكون نتاج الاسئله ان اللي بيقوله ده ملوش اي لازمه. وانه لازم يرضى بالواقع وان هو كده بيعترض على قدر ربنا. وان الواقع مش وحش زي ما هو متصور او زي ما هي متصوره. وان هو احسن يعني. من هو من ناس كتير. في النهايه لو اتضايقت منه خالص فحاول تقول له بمنتهى البساطه ان كل اللي
اللي بيعمله ده زي ما اتفقنا اسلوب ان انا اوريه نفسه، ان انا اقول له على فكره انت مش متضايق ولا حاجه، انت بس عايش الدور وحابب الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده عشان بس تلفت الانتباه وخلاص. وده برضه هيبقى صعب شويه يعني، وغالبا هتكون انت موضوع حديث عن شخص مع يعني مع شخص بعدين يعني. ضحيتي بقى، هيبقى ضحيتي انا بعد كده. بالظبط. طيب انما اللي بعد كده في بقى حاجتين طبعا، ده الاشهر على الاطلاق، الفضولي. وللاسف اوقات ابقى قاعد مثلا في الشغل او قاعد في اي مكان والاقي فجاه حد سالني سؤال فرد عليه، بعدين بعد 5 أو 6 دقائق ارجع كده، طيب هو انا ليه رديت عليه؟ ده سؤال شخصي جدا، ما كانش المفروض ان انا ارد عليه. وافضل طول اليوم احاول يعني اعالج قد ايه انا متضايق في قصه ان هو سالني السؤال ده، فانا رديت عليه بمنتهى التلقائيه كده. اللي بيحصل ان هو بيسالك السؤال فجاه، فانت دفاعاتك كلها بتسقط، فبترد عليه بمنتهى التلقائيه، لان انت عايش بفطره الفطره الجميله ان هو مش عايز، هو سال سؤال وانا جاوبت يعني. فسالني، فايه المانع ان انا ارد؟ فرديت، لكن بعدين تكتشف ان مش من حقه ان هو يسال حاجه شخصيه في فتره زي دي. انا خاطب ولا لا، او انا بقبض كام، او حاجات زي الاسئله الشخصيه دي، واللي دايما هما بيميلوا ان هما يسالوها. الفضولي بيتصرف التصرف ده لان هو عارف ان هو هيعرف منك حاجه هتفيده. هتفيده في ايه؟ هو ما يعرفش. يعني هو هيستفيد ايه لما يعرف هو انت هو ما يعرفش، لكن هو قصه ان هو بيحاول طول الوقت يجمع معلومات عن الناس لعلها تفيده في يوم من الايام. المشكله ان في نوع بيتطور في الحركه دي اكتر، بيوصل لمرحله المحقق بقى. ده شخصيه مسيطره سيكوباتيه، دايما عايش دور اللي هو ان هو في الاي بي في المخابرات، وعارفه انت دايما متهم، اللمبه المركزه عليكي، وان هو مستمتع جدا بقصه ان هو بيسالك اسئله ورا بعض وان انت بتردي. هو هنا مبسوط ان هو مسيطر عليكي، هو شخصيه مسيطره لان هو مش قادر يسيطر على نفسه، وهو لو قادر يسيطر على نفسه كان هيعدل من سلوكه ده، لكن هو مش قادر. هو كاره الناس وطول الوقت بيحاول يحطهم في اختبارات. طب الحل مع الشخص ده ايه؟ ده طبعا رقم واحد احاول ابعد عنه على قد ما اقدر، لكن في اسلوب بسيط ممكن اعمله. مبدئيا اول ما تلاقي حد سالك سؤال فجاه، اهدى اهدى خالص وخد قبل ما ترد. لو حسيت ان انت المفروض تجاوب فجاوب. الطف حاجه ممكن ترد عليها واللي بتوتر الناس دي، يعني لو لقيت توتر اعرف ان انت فعلا مش المفروض ان انت تجاوب. اساله ليه؟ ليه ببساطه بتسال السؤال ده ليه؟ او انا مش حاسس ان انا المفروض ارد على سؤال زي ده. او مش عارف ليه حاسك كده، عامل شبه وكيل النيابه وانت بتسال اسئله كتير كده ليه؟ احطه تحت سؤال برضه. احنا كده بنعمل معاه المرايه، ان انت بتعمل معاه بتتصرف معاه بنفس الاسلوب بالظبط. طب عايز اعرف، انت بتقولي بتسال لي، انا عايز اعرف. وانا مش عايز اتكلم يعني، اصل الموضوع هيفضل. المرايه دي هي اسلوب بعرف اعمله للصبح يعني. فالمهم ان انا ما وصلوش، على الاقل عشان ما وصلش الحاله النفسيه ان انا اتضايقت ان انا قلت بالظبط. طيب اللي بعد طبعا ده بقى الحبيب قلبي، يعني المعترض. وده الشخص اللي بيعترض وبس. لدرجه والله العظيم الناس دي بتعترض لمرحله ان انا مثلا قلت ان الاستفتاء امبارح كان كويس، فهو يقول لي لا كان وحش. طيب. هقول له فعلا كان وحش عشان كذا كذا، بس كان كويس في كذا. المهم ان هو يعترض وخلاص. حتى لو ما كانش له، بس هو بيبقى عارف على فكره انه بيعترض لمجرد الاعتراض، هو بيبقى متاكد من ده. صح. ده شخص مش بيحترم اللي قدامه. ودايما استمتاعه بان هو يقلل من اللي قدامه في قصه ان هو يحس بالشعور السلبي اللي بيوصل له لما بيعترض على كلامه ويقلل منه. عشان كده المعترض دايما هتلاقيه بعد ما بيعترض بيضيف برضه معلومه زياده عليك. وهتلاقيه مثلا ممكن تتكلمي في مجالك حتى فيعترض عليكي برضه. المعترضين برضه ناس لازم نفهم جدا فكره ان هم شخصيه مش بتحترمنا. احنا بنقسم في الكلام الناس لثلاث انواع. في نوع ده مثير للشفقه قوي، زي الناس اللي هي الرغايه اللي بتتكلم كتير قوي لدرجه ما ينفعش اوقفها، بتتكلم باكتر من اللازم. الناس دي بيبقى مش لازم اتعامل معاهم على انه شخص عايز يأذيني حتى لو بيضايقني. في نوع من الناس اللي هو شايف نفسه اقل، وده اللي احنا اتكلمنا عليهم الاول، فعايز يوصل لك بشكل ما او يحسسك ان هو احسن منك. هو هيضايقك بس مش المفروض ان انا اخاف منه قوي. في نوع من الناس لازم اخاف منهم، اللي هم
زي المعترض ده، ده اوريدي هو شايف نفسه احسن منك، فعايز يوصل لك فكره ان انت اقل منه باسلوب زي الاعتراض ده. زي ما بقول لك خالف تعرف، صح؟ اه بالظبط. انت تفضل تخالف 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 وخلاص، من باب المخالفه من باب الاعتراض يعني. دي ناس لازم اتعامل معاها لان هم مش اسوياء حتى اجتماعيا، ولازم افهم ان الشخص ده ما بيعملش معايا انا كده بس، بيعمل كده مع كل الناس. فانت مش هتتضايق قوي لو رديت عليه. طيب له حل؟ اه يعني برضو زي ما بقول لحضرتك، حاول نبعد عنهم في الاول. المعترضين برضو لازم، بس انت اكيد هتلاقي حد من الناس دي كلها في الـ في الـ يعني في الـ في المجتمع اللي انت فيه، اكيد فيه الانماط دي كلها. بالظبط صح بالظبط. فسؤال حضرتك، طبعا هعمل ايه بعد الناس دي كلها بقى ولا اعمل ايه؟ لا، احنا بنقسم الناس لاكتر من نوع. يعني لو حد قريب مني ومش هقدر ابعد عنه هاخد بقى بكل اللي فيه يعني. اه فهستخدم معاه في الاول. انا يمكن حتى في الكتاب شرح الاساليب بالتدريب. اول حاجه اسلوب مثلا التنفيس عن الغضب، حته ان هو ضايقني فانا بحاول بقى اطلع الشعور السلبي ده. عارفه التنفس في حد ذاته قام عليه علوم كتير قوي، منها اليوجا والبرانا والميديتيشن، حتى في الصلاه. لو اتنفسنا بشكل كويس بنستمتع بالصلاه اكتر. ده نوع من انواع الحاجه اللي ممكن يعني بالزبط. ما يستفزنيش يعني، او اقعد على جنب كده شويه واقعد اتنفس بهدوء قوي، واحاول اتنفس صح يعني اتنفس من بطني مش من الصدر. واحاول اتخيل الموضوع وانفخه مع النفس كده كده الموضوع هيطلع من بالي شويه. بعدين حته ان انا احاول احب اللي قدامي، خصوصا لو انت اوريدي بتحبه، ده صاحبك مثلا في عيب من العيوب دي، هعمل ايه يعني؟ بالظبط. انا هقبلك يعني بقى كده زي ما فيك وخلاص. اسهل اسلوب في موضوع الحب ان انا اديله اللي هو عايزه، دايما افهم الشخص اللي قدامي وافهم النقص اللي عنده ايه، انتبه له وخلاص. انتبه له وخلاص مثلا. او لو انا حاسس ان اللي قدامي حاسس ان عنده نقص في المعلومات، اصل دايما اللي بيكذب في حته القوه مثلا فده عنده نقص في الحته دي، او عنده شعور بعدم الامان في الحته دي. اللي بيكذب في الفلوس فهو عنده برضه نقص في الحته دي، لازم افهم ده. فانا احاول اعرف النقص بتاع الشخص اللي قدامي فين واكمله له، اقول له ان انا عارف ان انت كويس قوي في الحته دي. كونه وصل انه عارف او بقى واثق في نفسه ان هو على الاقل في نظري انا كويس، فهيبطل السلوك ده اجلا ام عاجلا يعني. طيب عايزين نكمل عشان فاضل لنا خلاص دقايق قليله. طيب الشخص السادي، وده زي ما اتفقنا ده اللي هو الشخص اللي بيهزر دايما او بيتريق دايما، او نوع من انواع اللي هو دايما بيحاول يقول لك انا حاجتي احسن من حاجتك. انا اشتريت عربيه امبارح نوعها ايه، نوعها كذا، لا انا اشتريت بقى كذا. طب انا مثلا كنت عايش في منطقه مثلا صعبه شويه وفيها خناقات كتير، لا لا على فكره انا كنت عايش في منطقه اصعب. طب انا دخلت الجيش في الحته الفلانيه، لا انا على فكره دخلت. يعني بيحاول دايما طول الوقت يثبت مقارنة. ان هو مر بتجارب اقصى، او هو احسن او بيفهم اكتر ايا كان الشكل. لكن كل ما هتقول كلمه هيقطعك وهيقول لك ان هو احسن أفضل. احسن في الحته دي. طب انا عايز اقول لك من فضل معانا دقيقتين. طيب تحب يعني تختم تحب تختم بايه؟ تقول للناس ايه بقى في نهايه الحلقه ان هم يطلعوا بيستفيدوا بيه؟ يعني اتمنى بس ان الناس تفهم ان مش كل اللي حواليهم وحشين، ومش كل اللي حواليهم حلوين، ومش يعني كل اللي حواليهم حلوين. ويمكن كلام النهارده هيخليك تبعد عن ناس كتير، بس على الاقل على قد ما هو بعدك عن ناس كتير فانت استفدت ان انت ما اتصدمتش. بالظبط. وهتبقى نفسيا اريح، وفي نفس الوقت الناس اللي معاك هتعرف تقدرهم كويس قوي. فلو لقيت حد ما فيهوش حاجه من اللي احنا اتكلمنا عليهم النهارده قدره كويس قوي، واعرف ان هو شخص فعلا كويس، وانه كويس انه في وقت زي اللي احنا فيه النهارده في ناس كده. حاول تاخد بالك كويس قوي من الناس، حاول تاخد بالك من تصرفاتهم، من طريقه حركات جسمهم، من طريقه كلامهم، عشان تدافع عن نفسك في المستقبل. وحاول تفهم ان برضه على قد ما مش كل الناس وحشين برضه مش كل الناس كويسين، فحاول تاخد بالك نفسك. ولو الحد اللي فيه العيب ده من الناس القريبين او اللي يهموك برضه بالراحه بقى على الناس يعني، لانه اكيد احنا كمان مش كاملين يعني. بالظبط صح بالظبط. يعني زي ما احنا عندنا عيوب هم كمان عندهم عيوب، فيقبله زي ما هو يبعد عنه بقى حسب مدى. احاول اعمل معاه كل اللي اقدر عليه، احاول احبه، احاول اكمله شخصيته، اتكلم معاه بهدوء، اتكلم معاه باسلوب الاسئله يعني الهاديه. احاول حتى في النهايه اسخر منه عشان يوقف اللي بيعمله ده معايا لو كل ده ما نفعش. نقول لكن ما نستسلمش من اول مرحله.
اشكرك جدا استاذ مصطفى، شرفتنا ونورتنا، وكنا عايزين نتكلم عن البادي لانجوج، بس واضح بقى ان احنا نحتاج حلقه تانية ان شاء الله. لو حضرتك وقتك اتسع ان شاء الله نتقابل مره تانية نتكلم بقى على البادي لانجوج، لان انا عارفه انه له اصول وله مدلولاته. يعني الشخص مش عارفه بيحرك ايديه ازاي، مش عارفه بيبقى عامل ايه، يعني دي حاجات. هو على فكره انا عندي صفحه اسمها مصطفى مرزوق بالعربي والانجليزي، يعني مصطفى مرزوق شرطه، مصطفى مرزوق. فانا كل يوم اتواصل معاك. بالظبط، انا حتى فيها مسجز لحد بترد على الناس ولا اي لا برد على طول، حتى في اسك، حتى في البيج، حتى في الاكونت الشخص بتاعي. لكن هي اسهل وسيله هي الصفحه دي. فانا تحت امر اي حد لو عايز يسال اي سؤال، وانا نفسي بحط معلومات كتيره كل يوم. بشكرك جدا، شرفتنا نورتنا كمان بالمعلومات، يعني نورتنا هنا ونورتنا بالمعلومات. بتمنى المشاهد يكون استفاد من اللي احنا قلناه، ان شاء الله حاجه واحده يقدر يعملها. وبتمنى ان ما يبقاش في حد بيكتب، وبتمنى ما يبقاش في حد بيتعالى على حد، لانه ما ينفعش، يعني هو في الاخر ما ينفعش بصراحه. بالظبط، بشكرك جدا، شرفتنا ونورتنا. مشاهدينا هنلتقي بحضراتكم يوم الخميس الجاي حلقه جديده من برنامجنا. شكرا لكم والى اللقاء. نشوف كلنا مع بعض حدوتة، مش أي كلام، مش عبارة زي الجد، دي حقيقة ولا في الأحلام. يلا نشوف كلنا مع بعض حدوتة، مش أي كلام، وشباب ملهاش زي الجد، دي حقيقة ولا في الأحلام. حدوتة شبابية وعشان مش طبيعية، تقعنيك مين وياها بتكون قرار، تشبع من هداء قبل ما عادها تستنى. يلا نشوف كلنا مع بعض حدوتة، مش أي كلام، وشباب ملهاش زي بجد، دي حقيقة ولا في الأحلام. يلا نشوف كلنا مع بعض حدوتة، مش أي كلام، وشباب ملهاش زي بجد، دي حقيقة ولا في الأحلام. حدوتة شبابية وعشان مش طبيعية، بتقول لك الله تشبع من هلا. نشوف كلنا مع بعض حدوتة، مش أي كلام، وشباب ملهاش زي بجد، دي حقيقة ولا في الأحلام. يلا نشوف كلنا مع بعض حدوتة، مش أي كلام، وشباب ملهاش زي بجد، دي حقيقة ولا في الأحلام.